قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. جاتك واحد الشهرة بواحد سرعة فائقة، واش كنت كتوقع هاد الشهرة بعدا ولا لا؟ لا، بالنسبة لقضية الشهرة ما كنتش كنتوقعها، وإنما جات مفاجئة. لحد الساعة واش كاين شي نتائج؟ عطاتك شي نتائج اللي في الحمد لله كاين شي، المهم كيما كنقول حنا بشوية بشوية، ما كاينش داك الشيء كيجي خطرة واحدة، وإنما بشوية بشوية الحمد لله. المهم غادي المسائل غادي كتحسن. بالنسبة لفك بغينا تحكي لنا هذيك الظروف ديال الأغنية، فين كاتبها؟ تضطرت وفين غنيت هذيك الأغنية؟ الأغنية تغنت في واحد العرس، تغنت في واحد العرس وشي 4 شهور هذه تقريبا. وبالنسبة للكلمات ديالها، الكلمات ديالها الكلمات ديالي والألحان ديالي. وانت باش كنتي كتوقع هذيك الاغنيه غيكون عندها الصيت ولا لا؟ وهي كان عندها صيت في منطقتي، بلاك ما كنتش كنظن غادي يكون عندها صيت في المغرب كامل. دابا واقع تعرفت خارج المغرب. بالنسبه حاليا للمشاريع اللي عندك، كاين شي مشاريع مستقبليه؟ غادي يكون ان شاء الله شي جديد ان شاء الله. بحال اش؟ ويمكن شي اغاني جداد اخرين ان شاء الله، غادي تما قرابين اللي تحطوه في السوق، بالحق ماشي دابا، مازال شي شويه ان شاء الله ونحطوهم. وما تصورش مثلا شي شركات مثلا فنيه او شركات الانتاج مثلا تنسق معاهم شي؟ لا، بالنسبه لشركات الانتاج لا، عندي لا عندي اتصالات علم صحاب مهرجانات بحال هكذا، صحاب الصواريات وداك الشيء. بالنسبه لقضيه الفيسبوك وقضيه تسميتو، اللي فيسبوك اللي كاينين اصلا ماشي ديالي، بعدها وحده هذوك اللي فيسبوك اللي كتشوفوا راه ماشي ديالي. وبالنسبه لهذه القضيه انا واحد من الشعب المغربي، يعني اي حاجه كيديرها الشعب المغربي انا واحد منهم. بالنسبه بغينا السؤال هذا خارج على الاطار الفني، بغينا نعرف اش كدير انت حاليا؟ الموسيقي من زمان ماشي حتى دابا. يعني الموسيقى البنيه كانت من قبل؟ من قبل. واه الشهرة يلا جات، الشهرة يلا جات، المهم كانت الشهرة عندي في منطقتي، دابا عاد يلا جات باش كتسحت المغرب كامل. شكرا. شكرا.